قررت وزارة الصحة تمديد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك لتكون 6 أسابيع من الجرعة الأولى، على أن تبقى 3 أسابيع بين الجرعتين لأصحاب الأمراض المزمنة ولمن تخطت أعمارهم 60 عاما. وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هذا التعديل يسري على كل من سيتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك اعتبارا من اليوم 3 مايو. كما قررت الوزارة إعطاء الجرعة الثانية من لقاح إكسفورد في فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 4 شهور من الجرعة الأولى، وذلك نظرا لتأخر الجهات المصنعة في تصدير اللقاح. ونوهت وزارة الصحة على أن تمديد الفترة بين الجرعتين للقاحي فايزر بيونتك وإكسفورد يقع ضمن المدة المرخص بها من الجهات المصنعة لضمان فعالية التطعيم، وذلك ضمن البروتوكولات المعتمدة للقاح كوفيد-19 والمعمول بها في عدة دول حول العالم مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وأسبانيا. وأوضحت الوزارة أن جميع المواعيد المقررة للجرعة الأولى والجرعة الثانية للقاحين سوف تصل لكل شخص عبر رسالة نصية يحدد فيها يوم التطعيم إضافة إلى الوقت والمكان. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منى الأحمد، استشاري الباطنية والمناعة الإكلينيكية والحساسية وعضو لجنة لقاح كوفيد-19 بوزارة الصحة. دكتورة مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. نود في البداية التذكير بقرارات وزارة الصحة اليوم وأثر هذه القرارات على ضمان استمرارية حملات التطعيم وفق خططها المقررة مسبقا. حياك الله ويعطيكم العافية. طبعا الكل مطلع على الوضع بالعالم وأيضا الوضع المحلي فيما يخص الجائحة حاليا، وفي متابعة دورية لكل المستجدات في مجال التطعيم والتوصيات اللي يتم إدراجها في هذا الوضع غير المستقر. الإضافة أن الكل قاعد يشوف في تنافس عالمي على الحصول على كميات وافرة من اللقاح. أمانة القرارات اللي تم اتخاذها ما هي إلا تعديل على مواعيد إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، وهي ليست إلغاء للجرعات. وهذه التعديلات حصلت في ظل بروتوكولات مثبتة ودراسات بينت استمرارية الفعالية، حتى أن في بعضها هناك فعالية أفضل بعد فترات التمديد للجرعات. والقرارات هذه وقرارات التعديل للجرعات الثانية تعتبر ضمان لاستمرارية حملات تطعيم، حتى ما يحصل توقف لا سمح الله في حملات التطعيم، وأيضا عشان نحتوي أكبر شريحة من الأشخاص في المجتمع ونصل إلى نسبة عالية من التمنيع إن شاء الله في المجتمع. نعم دكتورة منى، هناك بعض التخوفات لدى البعض من أي أثار سلبية قد تترتب على هذا التعديل. في وجهة نظركم في وزارة الصحة وحسب البروتوكولات المتبعة، ما هي مأمونية هذه التعديلات من الناحية الصحية أيضا من ناحية فعالية اللقاح بعد هذه الفترة؟ طبعا أنا أحب أطمن الجميع مواطنين ومقيمين، التخوفات هذه لا أساس لها من الصحة، ومثل ما تكرمت هناك شقين، في عندنا مأمونية وفي فعالية. من ناحية المأمونية ما في أي اختلاف في المأمونية بالنسبة للقاحين فايزر بايونتك وأكسفورد. إذا ركزنا على فايزر ما في اختلاف بين إعطاء الجرعة على 3 أسابيع أو 6 أسابيع، ونفس الموضوع بالنسبة لأكسفورد، المأمونية مثبتة ومتطابقة لإعطاء الجرعة الثانية بعد 16 أسبوع أو حتى 12 أسبوع. بالنسبة للفعالية أيضا هناك دراسات أثبتت فعالية اللقاح بالنسبة للقاح فايزر بايونتك للجرعة الثانية بعد فترة أكثر من 6 أسابيع، وبالنسبة لأكسفورد ففي أيضا دراسات أثبتت أن الفعالية لا تقل بعد 16 أسبوع من أخذ الجرعة الأولى، وعلى هذا الأساس تم تمديد الفترة بين الجرعتين. أنا بس أحب أؤكد شيء مهم جدا، أن التأخير اللي حاصل لا يلغي فعالية الجرعة الأولى، وإنما قد يزيد الفعالية، وهذا شيء مثبت علميا وشيء مطمئن.
نعم دكتورة منى، الفترة التي وضعتها الوزارة كما ذكرت تتوافق مع التوصيات الدولية، إذا لو كان هناك احتمال لتأخير في التوريد من قبل الشركات المصنعة للقاح، كيف سيتم التعامل مع هذا التأخير؟ طبعا تمديد الفترات للجرعات الثانية جاء مثل ما ذكرت عقب ما تأكدت بعض الدراسات على الفعالية والمأمونية، وعلى هالأساس تم اعتماد هذه الفترات من دول كثيرة وهيئات دواء عالمية مثل منظمة الدواء الأوروبية ودول في الاتحاد الأوروبي وشمال أمريكا وغيرها. تم وضع خطة عمل في وزارة الصحة وبروتوكول متكامل في حالة تأخر في توريد اللقاحات لا سمح الله، وهو أمر يعني إحنا قاعد نتعامل معه بكل جدية. الشيء المطمئن أن في هناك بعض الدراسات المبشرة في مجال استكمال جرعات اللقاح، هناك احتمالية لاستكمال التطعيم من خلال استخدام منصات مختلفة للقاحات كدمج لقاحين من منصتين مختلفتين أو حتى تمديد فترات التطعيم مع إعطاء جرعة منشطة بعد فترة زمنية محددة، وأيضا تحديد المناعة للأشخاص اللي تمت إصابتهم بالسابق بكوفيد 19 ومدى حاجتهم إلى جرعات تنشيطية. وأحب أني أذكر في هذه النقطة أيضا أن تمت مع كل هذه التوصيات تمت مراعاة فئة من كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة، وإحنا عارفين هذه الفئة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وتم استثناءهم من هذا التمديد على أمل العمل على أولوية إعطائهم واستكمال جرعة التطعيم لدى هذه الفئة. نعم دكتورة منى، في نهاية هذه الإيضاحات التي تحدثت عنها نريد كلمة لطمأنة الناس، خصوصا أن البعض قد يستغل هذه التعديلات في إحداث بلبلة أو يعني بعض الإشاعات أو ذريعة لتأخر تلقي اللقاح، قد يكون هناك بعض يعني الأقاويل، نريد كلمة منك لطمأنة من يريد أخذ اللقاح. والله أنا أحب أطمن الجميع، العملية هذه هي عملية إعادة جدولة لمواعيد اللقاح نفس ما ذكرت، ما هي إلغاء لجرعات. تمديد الفترات الزمنية هذا أمر طبيعي وأمر أصلا مواكب للأحداث الحالية، موثق بدليل وبدراسات، وعلى أساسها تم الاستناد عليها من دول منظمات مثل ما ذكرت. المسؤولية الحين تقع على كل شخص على هذه الأرض، نبي نكمل الحلقة الكاملة من مناعة المجتمع، فأنا أنصح نفسي وغيري أن يؤدي دوره في المجتمع، يسجل في المنصة الإلكترونية، وإن شاء الله أحب أني أطمن الجميع اللقاح سيتوفر ومتوفر بكميات وإن شاء الله للجميع، وأن حملة اللقاح لا زالت قائمة وبإقبال منقطع النظير، أمانة شيء مبشر خصوصا حتى في أيام رمضان المبارك، ولعلنا بدأنا نرى حتى أثر التطعيم هذه على بعض الفئات العمرية وعلى حالات دخول المستشفى، وإن شاء الله هذا كله مبشر، والله يرفع الغمة بالقريب العاجل إن شاء الله. اللهم آمين. الدكتورة منى الأحمد عضو لجنة لقاح كوفيد 19 بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، والشكر موصول لجميع العاملين في وزارة الصحة.